يا صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعين هذا الصباح في كل مكان. لقاءنا بيتجدد مع حضراتكم يوميا على شاشتنا شاشة إكسترا نيوز. بيسعدنا نكون مع حضراتكم من دلوقتي ولحد الساعة 9. وأصبح أولا على زميلتي العزيزة لمياء حمدين. وصباح كل خير لها. صباح الخير عليك يا رامي، وصباح طيب وكل خير على كل السادة المشاهدين في كل مكان. خلونا يعني نتكلم على المناقشات والموضوعات والملفات المتنوعة اللي بتهم حضراتكم. صباح الخير عليكم. والسادة المشاهدين، خلونا نتكلم كمان على أهم الملفات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، سواء سياسية أو حتى كمان الرسائل المهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفلة تخرج الكليات العسكرية، واللي عكست توجهات الدولة المصرية وتطلعاتها للجمهورية الجديدة. حملت أيضا في مضمونها أهمية الأمن القومي للدولة المصرية ودور القوات المسلحة في حمايتها في ظل التحديات اللي بتواجه مصر والمنطقة العربية بشكل عام. هننتقل كمان النهارده يا لمي خلال حلقتنا لملف اخر خاص جدا بالعلاقات المصريه الاماراتيه اللي تتميز بقوتها والمبنيه على اسس متينه من التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات عبر عقود من الروابط التاريخيه والثقافيه وكمان السياسيه المتينه، وايضا الاشتراك في رؤيه موحده تجاه العديد من القضايا الاقليميه والدوليه. ده طبعا بالاضافه لملفاتنا واخبارنا الاخرى المتنوعه، ولكن الان نبدا هذا الصباح باستعراض لابرز واهم العناوين. الرئيس السيسي يقول نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم. العلاقات المصرية الإماراتية جذور ممتدة على مر التاريخ. ورأس الحكمة المشروع الاستثماري الأكبر في تاريخ مصر. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله وهنحارب معركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. مشاهدينا، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شهر أكتوبر من كل عام يأتي حاملا معه نسائم من الانتصار والمجد، وذلك خلال كلماته في حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية. أضاف السيد الرئيس أنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارا يذكر الجميع أو يذكر الجميع دائما بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم، وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال، بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل تظهر جلية عند الشدائد، معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة. ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقوتها المسلحة، وفخورة بتضحية أبنائها. شدد أيضا الرئيس السيسي على أن هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش والأمن المستدام بين شعوب المنطقة، وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليميا ودوليا، بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية. من هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع.
المزيد عن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا العرض التالي. نتكلم أكتر عن أبرز ما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية مع الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. أستاذ بلال، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني نبتدي معاك كلام من إيه ولا إيه ولا إيه؟ يعني خلينا أولا المظهر والعظمة اللي شفناها مبارح خلال الاحتفالية المصرية بجودة عالمية، رصدتها ازاي ككاتب صحفي مصري؟ احنا يعني خلينا نبدأ من زي ما حضرتك قلت، المشهد المصري اللي بيحمل رسائل طمأنة للشعب المصري. مبارح كان رسائل طمأنة للشعب المصري موجهة للداخل أن القوات المسلحة المصرية برجالها وبقياداتها وجيلها الجديد وأجيالها المتعاقبة عبارة عن تكاتف واضح. احتفال تخريج دفعات من أبنائنا وفي القوات المسلحة كلها بتقول للشعب المصري اطمئنوا، فإن لديكم جيش جسور من خيرة أبناء هذا الشعب. احتفال اكتوبر السنة دي متميز لاننا بنقول ان حرب اكتوبر بالنسبة لنا يعني فخر، يعني تضحية، يعني تباهي بقواتنا المسلحة. احنا بنقول ان نحمد الله ان لدينا قوات مسلحة عقيدتها وطنية ولم تكن يوما الا ملك الشعب، تنبض بما ينبض به الشعب وتتألم لآلام. طب استاذ بلال، يعني الحفله بالشكل المبهر اللي احنا والمبدع اللي احنا شفناه امبارح ده في الوقت الحالي اللي فيه ضرب في مناطق كتيره قوي في بلاد كتيره جدا حوالينا، يعني احنا محاطين بحزام ناري، الرسائل الموجهه موجهه لمين غير الداخل؟ موجهه لمين في الخارج وبتقول ايه؟ الرسائل طبعا احنا كلمه الرئيس السيسي تحمل في طياتها رسائل طمأنه للداخل ورسائل موجهه للخارج. الرسائل الموجهة للخارج رسائل معروفة جدا بتؤكد على أن مصر لديها ثوابت، من أن مصر تؤكد بأن التصعيد والعنف والدمار يؤدي إلى دفع المنطقة نحو حافة الهوية وزيادة المخاطر. الرسالة الثانية أن مصر دائما وأبدا بتؤكد على موقفها الثابت المدعوم بالموقف الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية لإرساء السلام والأمن للجميع. يعني مصر بتقول أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تقرها المنظمات الدولية، دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. الرسالة اللي احنا عايزين نقولها في ظل زي ما حضرتك بتتكلمي عن تهديدات، احنا طول عمر مصر مهددة، مصر طول عمرها مهددة، ولكن في الوقت الحالي ده اعتراف رسمي من الشعب المصري كله بان التهديدات زادت. يا استاذ رامي، طيب هل دلوقتي السؤال اللي بيخطر على بال كل اللي بيتفرج على حضرتك في البرنامج، يعني ايه التهديدات زادت؟ يعني هل احنا خايفين؟ يعني في التهديدات الكتيره دي هل احنا خايفين؟ بالعكس، احنا مش خايفين. طب احنا مش خايفين ليه؟ عشان المنظر اللي شفناه امبارح، عشان القائد العظيم الذي
انتخب بإرادة شعبية وسط أبنائه من القوات المسلحة من الشباب الجديد المتخرج جديد. بيقول إيه؟ بيقول أن لدى مصر رجال قوات مسلحة مؤمنين بالوطن وبالقيادة وبأداء دورهم الوطني وبوجبهم الوطني في ظل إيه بقى؟ الكلام اللي الأستاذة بتقولها دلوقتي، يقظة واستعداد وتسلح بالعين. إحنا عندنا دلوقتي تهديدات من كل جانب، ولكن الشعب المصري مش كاي، ده بالعكس الشعب المصري مطمئن أن لديه الكلمة التي قالها الرئيس السادات في 73 في خطابه بعد النصر، أن لدى الشعب المصري درع وسيف، قوات مسلحة. كلنا بنحب الجيش. طب إحنا يعني ناس كتير قوي عارفة أن الشعب المصري بيحب الجيش، لأن لدى الشعب المصري علاقة وطيدة جدا بأبنائه في القوات المسلحة. أبناء القوات المسلحة كلهم أبنائنا وإخواتنا. إحنا مش خايفين من التهديدات اللي حوالينا، ودي رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا دلوقتي متمكن. هو مش خوف يا استاذ بلال، هو احنا طبعا واثقين في قيادتنا السياسيه وفي الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قواتنا المسلحه ودولتنا كلها، احنا واثقين فيهم، لكن التوتر اللي حاصل في المنطقه مرعب، ضرب كتير في كل حته، ودوله زي دوله اسرائيل والاحتلال الاسرائيلي الصهيوني مارقه لا يعني تنصاع لاي تدخل دولي او نداءات دوليه او منظمات حقوقيه وغيرها، هي بتضرب بس. مرعب. انا معاك وانا مع حضرتك ان هو مرعب، ولكن مش مرعب لمصر، مش مرعب لابنائنا في قوات المسلحه، مش مرعب طالما مصر دوله متماسكه في الجبهه الداخليه مع قيادتها وراء قيادتها وراء جيشها. احنا بنقول ان الدوله المصريه استطاعت تحقيق انتصار عظيم في 73 وحصلت على الارض وفرضت السلام. حينما تكون لديك القدره على فرض السلام لابد ان تكون دوله قويه. طيب بل انت الاقوى بالتاكيد في الفكر ده يا استاذ بلال، بل انت الاقوى، الدوله المصريه قويه بقواتها المسلحه وتطور جيشها اللي مواكب التطور التكنولوجي والتسليح العسكري وتوجيهات الرئيس بامداد الجيش بكل ما هو جديد من الاسلحه وغيرها وسط كل هذه الاحداث اللي بتموج. لدينا قوه رادعه اسمها القوات المسلحه المصريه. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. طيب كمان عايز اروح مع حضراتكم تاني لحاجه في سياق برضو حديثنا، ونروح لمجله من المجلات العريقه المصريه، روزا اليوسف. روزا اليوسف عددها الصادر الاسبوع ده في ملف بتتكلم فيه عن 6 اكتوبر وعن المجد العظيم، يعني في الملف خاص عن ذكرى 51 عام على انتصارات اكتوبر، وكان في منشط كمان رئيسي للعدد عنوان رسائل الانتصار في ذكرى 51 عام على النصر العظيم، الرصاصة لا تزال في جيبنا. وفي ملف هذا الملف مشاهدينا ناقشت المجلة كيف استطاعت مصر في نصر أكتوبر على انكسار الغطرسة الإسرائيلية من خلال تحقيق هذا الانتصار العظيم، وكيف كان انتصار أكتوبر 1973 شاهدا على ما قدمته القوات المصرية من ملحمة عظيمة سطرها التاريخ، واستطاع أبطال القوات المسلحة أن يحفروا أسمائهم بأحرف من نور في تاريخ الوطن بعزيمتهم وإرادتهم، فحطموا خط بارليف الحصين ونجحوا في استرداد أرض سيناء المصرية ودمروا أسطورة الجندي الذي لا يقهر. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بالقاهرة أمس في زيارة شارك خلالها الرئيس الإماراتي بالحضور في حفل تخرج الكليات العسكرية بالأمس. والحقيقة أن الزيارة بتكتسب أهمية كبيرة في ظل العلاقات الراسخة بين البلدين، فالعلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة. وتحظى مصر والإمارات بحضور
ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به من سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود واستقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي. نتكلم أكتر مع حضراتكم مشاهدينا عن العلاقات الممتدة، العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي مع الكاتب الصحفي أستاذ جمال رائف. أستاذ جمال صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ جمال. أستاذ جمال، أهمية هذه الزيارة، دلالة توقيتها، مشاركة الشيخ محمد بن زايد في احتفالية تخريج الكليات العسكرية، يعني العلاقات ممتدة وتثبت قد إيه الدولة المصرية والدولة الإماراتية حقيقة شعب واحد. بالتأكيد مصر والإمارات شعب واحد وعلاقات نموذجية، علاقات في الحقيقة تتسم بالاستقرار والتطور والتنامي طوال الوقت، علاقات استراتيجية لها أبعاد مختلفة على صعيد التعاون سواء السياسي الاقتصادي الاستثماري التنموي الشعبي أيضا والثقافي. وفي الحقيقة هذه العلاقات يعني تطورت بشكل أكثر من رائع بعد عام 2014. نعم هناك علاقات تاريخية راسخة في يعني ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ولكن أيضا بعد عام 2014 علاقات بتشهد أفاق جديدة ومجالات تعاون جديدة. ويمكن القيادة السياسية المصرية أولت اهتمام كبير جدا لدعم العلاقات المصرية الإماراتية، والدليل على هذا أن احنا نتحدث عن أكثر من 40 لقاء قمة جمع القادة ما بين الدول. هذا الرقم في الدبلوماسية الرئاسية يؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية ما بين الدولتين. الكثير والكثير من اللقاءات الثنائية، الزيارات المتبادلة ما بين القادة، الاتصالات المستمرة والمتواصلة لتنسيق المواقف وللتشاور بشأن القضايا الثنائية. يا أستاذ جمال، العلاقات دي ممتدة من أيام الشيخ زايد لحد النهاردة لما كان طول الوقت بيدعم مصر سياسيا، ومصر كمان بتدعمه سياسيا، وكان بشكل كبير في المحافل الدولية المختلفة وخصوصا في القطاع العربي أو في المنطقة العربية بشكل خاص. دلوقتي بقى ليها شكل مختلف خصوصا في الاستثمارات، يعني من أكبر المشروعات اللي موجودة في مصر مشروعات بتعاون مصري إماراتي. بالتأكيد يمكن العلاقات السياسية والدعم المتبادل منذ طبعا نشأة دولة الإمارات منذ أكثر من 50 عاما، ويعني أيضا مصر كانت من أولى الدول الداعمة لدولة الإمارات، وأيضا في إبان حرب 73 الإمارات كانت حاضرة وداعمة للدولة المصرية، وامتدت هذه العلاقات السياسية لتحدث رواجب أيضا في العلاقات الاقتصادية. وزي ما حضرتك تفضلت وذكرت، نحن الآن نتحدث عن استثمارات عملاقة وكبيرة. الإمارات هي ربما الآن المستثمر التجاري أو المستثمر الأول عربيا في الداخل المصري، ولديها حجم استثمارات كبير الغاية. آخر هذه طبعا النماذج المشرفة في الاستثمارات الإماراتية في الداخل المصري طبعا مشروع رأس الحكمة الذي أيضا أكد أن العلاقات المصرية الإماراتية
ذهبت إلى مناطق أكثر رحابة وأكثر جودة، بنتكلم على أكثر من 35 مليار دولار حجم الاستثمارات المباشرة في هذا المشروع، وبالتالي رأس الحكمة مثلا يترجم جودة هذه العلاقات. طبعا الاستثمارات في مجالات أخرى زي الطاقة النظيفة، المشروعات في البنية التحتية والبنية التنموية والمشروعات الصناعية وغيرها من مجالات، إذا وأيضا حتى التبادل التجاري، التبادل التجاري ما بين مصر والإمارات عظيم جدا، أكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، إذا علاقات متنامية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وطبعا على الصعيد الشعبي الذي أيضا طوال الوقت هو داعم قوي من مصر والإمارات لدعم هذه العلاقات الثنائية. ده حقيقة يا أستاذ جمال، يعني كمان تحس أن الدول المصالح المشتركة هي اللي بتربط بينهم، لكن في مصر والإمارات تحس كده أن في علاقة ود وأخوة بين الشعبين وبين العرب الدولتين. بالتأكيد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللي عندنا اللي هو محدودية القدرات. يعني أنا عندي مشكلة في النظام الصحي وما استهدف في الفيروس سي، بس لسه النظام ما بيش قادر على أنه يستوعب ويدي كفاءة أداء جيد جدا في الخدمة الطبية، أو ما استهدف قائد من الانتظار. المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها عشان تخفف من الام ومعاناة الناس، وايضا عشان تخفف على النظام الصحي في مصر لغاية لما يبقى قادر. من حق الشعب المصري ان يفخر بتضحيات ابنائه الاوفياء من الاطقم الطبية والقائمين على المنظومة الصحية بالدولة. بتواصل حملة 100 يوم صحة في تقديم خدمتها في جميع محافظات الجمهورية، وده خلال يعني فترة وجيزة جدا قدمت 100,903,169 خدمة طبية منذ بداية انطلاق النسخة الثانية وحتى أول أمس، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. الحملة كمان مشاهدين قدمت خلال 24 ساعة 1,747,686 خدمة. وللمزيد أكثر عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة خلال يوم واحد فقط نتابعه معكم في سياق العرض التالي. تعالوا بقى نتكلم عن الإضاءة. بيعتبر عنصر الإضاءة من العناصر المهمة في المنزل، واللي بتظهر جمال قطع الأثاث والتحف وبتساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة لما تكون الإضاءة كويسة، ولتحقيق ذلك يجب اتباع بعض النصائح. المزيد من النصائح في سياق العرض اللي جاي.
مشاهدي هذا الصباح بعد الفاصل هيكون معادنا مع فقرة استوديو هذا الصباح واللي هتكون عن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر والإمارات وأثر هذه العلاقات في التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الاستثمار. شرفنا في الاستوديو بعد قليل ليحدثنا في هذا السياق الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد الأستاذ محمد عز الدين. الناس كرامة وكبرياء الصعيد شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هنية او ليالي ردية بس انتو انتو صمام الامان لمصر شعبا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ تلك التي تجمع مصر والإمارات وشكل العمق التاريخي لتلك العلاقات أساساً متين لنهضة اقتصادية مشتركة بين البلدين في مجالات كتيرة أو مختلفة فإن العلاقات المصرية الإماراتية ذات جذور راسخة واستثمارات واعدة بالإضافة إلى الفكر الاستثماري المصري الإماراتي والانفتاح الإماراتي في الأراضي المصرية في كل مناحي الاستثمار تمتاز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها قائمة على الوعي
والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية اللي بتشهدها المنطقة. فقد شهد تاريخ العلاقات الممتدة بين البلدين انطلاق عديد من المشروعات العملاقة واللي ساهمت في دفع النمو في البلدين، وده عبر محطات مختلفة ومتعددة، وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي اللي تم توقيع الاتفاق بشأن إطلاقه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، وبيمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وللحديث بشكل مفصل عن العلاقات المصرية الإماراتية ومشروع رأس الحكمة، المشروع الاستثماري الأكبر في تاريخنا، هيشرفنا في استوديو هذا الصباح الأستاذ محمد عز الدين، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الاقتصاد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. وفي البداية وإحنا بنتحدث عن العلاقات الوطيدة بين دولتين كبار زي الدولة المصرية والدولة الإماراتية، تابعت إزاي زيارة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان للقاهرة، وإن الزيارة دي كمان بتأتي ضمن خطة استثمارية واعدة بين مصر والإمارات كانت بذرتها الرئيسية رأس الحكمة؟ بكل تأكيد الزيارة يعني علاقة مستمرة. خلينا أقول لك إن دي القمة 52 لرئيسي الدولتين والخمسة السنة دي، كان في زيارتين قبل كده وكان في لقاءات في منتديات دولية، دي بتعد الزيارة الخامسة. حقيقة إن توقيت الزيارة مهم جدا نظرا للتغيرات الجيوسياسية وأيضا الاقتصادية العالمية، بالإضافة لإنها بتيجي في وقت العالم كله أنظاره بتتجه للمنطقة، وأيضا في وقت على الصعيد الاقتصادي مع بدء خفض سعر الفايدة الأمريكية في متغيرات اقتصادية، وتعتبر أيضا تتويج لعلاقات ممتدة من زمن طويل. مصر كانت أول المعترفين بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ زايد الله يرحمه كان بيحب مصر جدا، والحب ده انتقل من قلبه إلى قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية. أنا كنت عاوز أتكلم مع حضرتك في موضوع علاقة الود. إحنا دايما كنا بنتكلم على إنه المصالح هي اللي بتتكلم بين الشعوب وبين الدول أكتر، لكن مصر والإمارات في علاقة ود كده باين حتى في صورة الرئيسين مع بعض وهما بيتكلموا. لكن خليني أسألك على التحالف الاستراتيجي، بالطبع. شكله بقى عامل ازاي دلوقتي، وازاي وصلنا لهذه المرحلة القوية في العلاقات؟ خلينا اقول الاول، ظهور الشيخ محمد بن زايد في المقر الجديد للأكاديميات العسكرية ومركز القيادة رسالة قوية جدا على الثقة المتبادلة بين زعيمين ذوي خلفيات عسكرية وتربطهم علاقة قوية جدا، وبالتالي ده لوحده رسالة قوية جدا تدل على متانة وصدق العلاقة بين الدولتين بعيدا عن المصالح الاقتصادية. مع دخول التبادل التجاري والعلاقة الاستراتيجية كان في احتفالية بمرور 50 سنة على العلاقات بين الدولتين، والحقيقة تم كانت احتفالية شاملة وتصدرها بالطبع الجانب الاقتصادي، وكان في اتفاقية سنة 2019 بأن دولة الإمارات هتستثمر 20 مليار دولار. بالمناسبة الاستثمارات الإماراتية المباشرة أو الموجودة في مصر دلوقتي وصلت 68 مليار دولار، كان في 28، ومع صفقة رأس الحكمة اللي هي درة التاج بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة لاستثمار آخر بملياري دولار قفزت ل 68 مليار دولار، وده رقم كبير جدا وبيضع العلاقة بين البلدين في مستوى استراتيجي. الحقيقة إن التعاون في حسب الأرقام الإماراتية في حوالي 2000 شركة، وأعتقد إن ده في أبجريد أو تطوير لعدد الشركات، وفي عدد كبير جدا في كل القطاعات بيعمل، بالإضافة لبعض المشروعات اللي بيتم دراستها سيتم الإعلان عنها تباعا في المستقبل، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة وأيضا المشاريع السياحية والاستثمارية المباشرة. بالحديث عن المشاريع والاستثمار بين مصر والإمارات، عايزين نتكلم بشكل مفصل عن مشروع رأس الحكمة، واحد بيعتبر من أضخم شراكات الاستثمارية للدولة المصرية، يعني تاريخ حافل من العلاقات بيتكلل بهذا المشروع الواعد. فبرؤية اقتصادية من وجهة نظر حضرتك، بترصد إزاي متانة العلاقات ووجود هذا الرقم في الاستثمار المباشر من دولة أجنبية داخل مصر والإمارات؟
متانة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين المبنية على الاحترام والثقة الكبيرة بين قيادتي البلدين حقيقة دفعت بالاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لمرحلة جديدة. مشروع رأس الحكمة مش مجرد بس إن هو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ولكن أيضا فتح الباب أمام شهية المستثمرين الأجانب وفاجئ أسواق المال العالمية والدولية والبنك الدولي، وأعاد ترتيب الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل كبير جدا، وساهم بشكل كبير في إنجاح أيضا خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وموازنة سعر العملة بشكل كبير، وبالتالي كان ليه دور، بالإضافة إلى أن في مشروع ضخم جدا في حاجة اسمها هتبقى موجودة مدينة المستقبل، أو دي ممتدة على مساحة كبيرة جدا وداخل فيها شراكات أجنبية كتير وشركات مصرية، بالإضافة لأنه بيعد الإطلاق الحقيقي لخطة تنمية الساحل الشمالي الغربي اللي ممتدة لغاية سنة 2052 إن شاء الله. مشروع رأس الحكمة مشروع متكامل. شركة أبوظبي القابضة بالمناسبة ليها استثمارات كبيرة جدا، الإمارات ليها استثمارات في الخارج أكثر من 2.5 تريليون دولار، وده رقم كبير للغاية. فأيضا بيعد المشروع فرصة لتغيير مفاهيم السياحة والضيافة والمشروعات السياحية، بالإضافة لأنه بيطور بشكل كبير من خريطة المشروعات الاستثمارية المقبلة في الفترة اللي جاية. خلينا نتكلم بقى بالأرقام وبالنسب. بتقول أنه الصادرات المصرية للجانب الإماراتي ارتفعت بنسبة تخطت 14% تقريبا، إزاي شايف حضرتك ده؟ ده بيدل أولا على حاجتين، كفاءة وقدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق. بالمناسبة السوق الإماراتي من أعلى الأسواق العالمية تطلبا لمواصفات قياسية للمنتجات والسلع، وخاصة المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. نجاح الصادرات المصرية بيدل على أن في عمل وجهد بذل كتير في الفترة اللي فاتت مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة للتعاون الكبير بين البلدين ونجاح الصادرات المصرية في رفع القيمة المضافة ليها، بالإضافة إلى أن السعر لعب أيضا دور كبير في الموضوع ده، وبالتالي بتمثل قصة نجاح وتطور كبير للصناعات والمنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ للأسواق من الدرجة الأولى، وأيضا بتمثل ثقة من الجانب الإماراتي والمستوردين الإماراتيين في المنتجات المصرية، وده بيدعم بشكل كبير حجم التبادل التجاري وبيفسر ليه زادت الصادرات المصرية للأسواق الإماراتية وارتفعت المبادرات التجارية فيما بين البلدين في الفترة الأخيرة. وتظل أيضا رأس الحكمة يعني من أبرز وأهم المحطات في العلاقات بين مصر والإمارات. في السياق ده اسمح لنا نروح مع مشاهدينا ونتابع مع حضراتكم هذا العرض المعلوماتي الخاص بمشروع رأس الحكمة. الاستثمارات الإماراتية في مصر قفزت ل 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
تعليق حضرتك ايه على الموضوع ده؟ بالطبع رقم مبشر جدا، واتوقع ان مع تحديث الارقام هيكون في بيانات قويه للغايه، و ده بيعد تتويج للعلاقات الطيبة الاقتصادية، بيؤكد أيضا نجاح السوق المصري في أنه يبقى جاذب للاستثمار الأجنبي، وأيضا بيدي مؤشر بأن الإصلاحات التشريعية فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالاستثمار وتشجيعه ودعمه بيتم متابعتها بشكل دقيق، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليها البروتوفوليو بتاع الاستثمارات الخارجية أو يعني ملف الاستثمار الخارجي عندها دقيق للغاية، وبيتم استثمار أموال حكومة أبوظبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة في استثمارات واعدة وبتحقق نجاح كبير. ده لوحده بيدي شهادة قوية للمشروعات المصرية والاستثمار الأجنبي. خلينا أقول لحضرتك أن في دراسات وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض المشاريع الأخرى سواء في التجزئة أو في مشروعات السياحية والسكنية فيها أيضا دراسات حاليا وبيتم دراستها بدقة من جانب المستثمرين الأجانب بجانب المستثمرين من دولة الإمارات. بالتأكيد. طيب بعد صفقة رأس الحكمة، هل لنا نتوقع استثمارات إماراتية أخرى يعني زي صفقة رأس الحكمة وأكبر كمان؟ هقول لحضرتك حاجة، الاستثمارات بتاعت رأس الحكمة جت عشان السوق الداخلي وتطوير التشريعات الاقتصادية والنجاحات الاقتصادية اللي حققتها مصر، بالإضافة للبنية الأساسية التحتية. أنت عندك طريق الساحل، الساحلي الدولي ده 10 حارات، عندك المطار الجديد اللي هيتعمل، عندك القطار الكهربائي. الناس مش بتحط فلوسها كده، لا، في علاقات قوية اقتصادية، ولكن جاذبية الاقتصاد المصري والنجاح الكبير الدولة محليا وفرت لك كل سبل النجاح بكل تأكيد. القرار الاستثماري المناسب في لحظة معينة هو ده اللي بنشيد به طبعا من جانب دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد بيمثل وبيدي شهادة أيضا لنجاح الاقتصاد المصري وفايدة البنى التحتية الكبيرة اللي بتبذل وما زالت تبذل، وخاصة في مشروع وخارطة كبيرة قوي لتطوير الساحل الشمالي الغربي ومعالجة أخطاء الماضي اللي قفلوا الساحل الشمالي وتحولت لقرى في مفهوم جديد دلوقتي للاستثمار. مصر بتتغير تماما خاصة في مجال الاستثمار، واعتقد ان او بلدنا عموما يعني مادة خصبة للاستثمار فيها والتشريعات فيها تطوير بكل تأكيد، كل حاجة متاحة والحوافز اللي موجودة للمستثمرين بكل تأكيد مختلفة. بتلعب دور أساسي طبعا ورئيسي في تطوير واكتذاب المزيد من الاستثمارات سواء كانت إماراتية أو كانت أجنبية بشكل عام. طيب إزاي نستثمر هذا النجاح في تحقيق مكاسب أكبر من الاستثمارات في مصر؟ هقول لحضرتك حاجة، في إشادات دولية من المؤسسات الدولية والبنك الدولي، وفي تغير كبير أيضا في التعامل، في تراجع كبير لتكلفة التأمين على التحركات المالية لمصر وبعض المشروعات والاقتراض أيضا، في تغير كبير وده لسه أثاره بتظهر سواء بالنسبة لحجم الدين الخارجي، التغيرات الاقتصادية على مستوى الماكرو إيكونوميك أو الاقتصاد الكلي المصري والأرقام المصرية، ده يعني بتدي أثر أيضا غير مباشر في التعاملات الدولية. وبالتالي مشروع رأس الحكمة وحجم الاستثمار الإماراتي ونظرة المستثمرين اتغيرت بشكل كبير في الشهور الأخيرة، بالإضافة للاستعداد للإعلان عن صفقات جديدة ومناطق جديدة يتم طرحها في الشهور الجاية إن شاء الله. في الختام أستاذ محمد، يعني هذه الصفقات وتعدادها وتنوعها راجع برضو لجزئية عايزين قبل ما نختم نركز عليها جدا، وهو زي ما حصل تغيير في القوانين وسهولة وتيسيرات وتحفيزات للمستثمر، أصبح كمان في تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع المستثمر. دي نقطة رئيسية جدا، وأشكرك أنك طرحتها. الحقيقة أن حكومة دكتور مدبولي في تغير كبير قوي، كان في تطور أيضا، ولكن أسلوب المكاشفة والشفافية وعقد اللقاءات المباشرة بالإضافة للإصرار على استكمال
الملفات اللي كانت بتمثل عائق كبير في السنوات الماضية، والقضاء على البيروقراطية. والراجل اتكلم بكل صراحة وما عندوش أي خجل إنه يقول إنه بنطور مصر والتوجيهات الرئاسية بيتم، ولو كان في أخطاء عالجناها واشتغلنا عليها فدي شفافية تدي ثقة أكبر. بكل تأكيد دي نقطة مهمة جدا، وانتقال من الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 منتقلة ومستمرة لكل القطاعات، وبالطبع في رأسها مجلس الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وده يمثل نجاح كبير للاقتصاد وأيضا تطور للعلاقات المصرية والاستثمار الأجنبي في مصر. بالتأكيد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد أستاذ محمد عز الدين، نورتنا وبنشكرك على رؤياك وتحليلاتك لما جاء معنا في السياق حديثنا. بشكرك شكرا جزيلا. كمان بشكرك يا رامي، شكرا لك، يعني قضينا وقت ورينا كل الناس الأخبار الكتيرة اللي بتهمهم وتفاصيل كتير عرضناها لحضراتكم. صباح الخير عليكم، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة. وهذا صباح